بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نلتقي في حصة جديدة من حصص مادة الجغرافيا ضمن المقطع الأول، وهو مقطع المجال الجغرافي. تناولنا فيه الوضعية مشكلة انطلاقية بدأنا بها، تناولت وضعية الأولى حول الموقع وأهمية الموقع الجغرافي والفلكي، ثم وضعية الثانية حول التباين الإقليمي في الجزائر وتأثير هذا التباين على كل من المجاري المائية مع التربة. نلاحظ معا الوضعية المشكلة الجزئية الثانية. نستمع معا. نظمت مؤسستك رحلة إلى مناطق من الشمال الجزائري ومناطق أخرى من الجنوب. بعد عودتكم طلب منكم الأستاذ إعداد تقرير مفصل يتضمن مظاهر السطح والمناخ في الجزائر. قدمنا لك عزيزي التلميذ مجموعة من السندات ضمن الكتاب المدرسي الجيل الأول من الصفحة 18 إلى الصفحة 31، وسندات خارجية عبارة عن خرائط طبيعية متنوعة للجزائر. التعليم ساهم مع زملائك في كتابة التقرير. حسب الوضعية المشكلة الجزئية الثانية، فإنك مع زملائك ضمن مؤسستك قمتم بزيارة مناطق من الشمال الجزائري إلى الجنوب، وأنت مسافر لاحظت أن هناك تباين واختلاف خاصة في مظاهر السطح والمناخ. نستنتج معا الوضعية التعلمية الثانية، وهي التنوع والتباين الإقليمي في الجزائر. ونذكر دائما عزيزي التلميذ أن الإقليم مثل ما أخذناه في المصطلحات أو المكتسبات القبلية عبارة عن قاع جغرافية تتميز بخصائص طبيعية بشرية اقتصادية تميزها عن مناطق أخرى. سنقسم هذا التنوع كما تلاحظ معي إلى شكلين. أولا سوف نتناول تنوع مظاهر السطح، ويقصد بالسطح كما ذكرنا في المكتسبات القبلية التضاريس، وهي الارتفاعات والانخفاضات الموجودة على سطح الأرض تتجسد في الجبال والهضاب والسهول إلى غير ذلك. لاحظ معي السند الأول كما تلاحظ معي هي خريطة الجزائر، وحسب عنوانها تمثل تضاريس الجزائر. لاحظ معي المفتاح، نجد فيها ثلاث ألوان رئيسية: اللون الأخضر ويمثل السهول، اللون البني ويمثل لنا الجبال، واللون الأصفر كما تلاحظ في الوسط يمثل لنا الهضاب. إذن ما يلاحظ على سطح الجزائر هو اختلاف وتباين في تضاريسها. إذن الخريطة كما ذكرنا منذ قليل وحسب المفتاح مقسمة إلى ثلاث ألوان. في دراستنا الجغرافية سوف نقوم بتقسيم سطح الجزائر إلى قسمين. لاحظ معي قسم شمالي وقسم جنوبي، والحد الفاصل بينهما هي سلسلة الأطلس الصحاري. إذن سوف نبدأ دراستنا بالقسم الأول، تضاريس كما تلاحظ معي عزيزي التلميذ، تضاريس القسم الشمالي. القسم الشمالي من الجزائر تقدر مساحته 381,741 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 16%. هذا القسم محصور بين البحر الأبيض المتوسط وبين سلسلة الأطلس الصحراوي. مساحته
نذكرها في حصص قادمة هي مساحة ضيقة. نلاحظ هذا السند يمثل لي القسم الشمالي، والخط المتقطع في الخريطة كما تلاحظ هو الحد الفاصل بين القسم الشمالي والقسم الجنوبي. أولا سندرس الجبال، جبال تضاريس القسم الشمالي. هي جبال عديدة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، تمتد على شكل سلاسل جبلية متصلة. من بينها كما تلاحظ معي في السند جبال البابور، جرجرة، الأطلس البوليدي، الونشاريس تلمسان. بالنسبة للأطلس التلي كما نشاهد، بالنسبة للأطلس الصحراوي نجد جبال القصور، عمور، ولاد نايل، الأوراس، وجبال النمامشة. إذا تستطيع أن تدون معي هذا الملخص القصير والذي يحتوي على السلاسل الجبلية في الجزائر، تتجسد في سلسلتان جبليتان تمتدان من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. تفصل بينهما هاتين السلسلتان الهضاب العليا، تتجسد في أولا سلسلة الأطلس التلي، هي سلسلة جبلية التوائية حديثة التكوين بمحاذاة الشريط الساحلي، يتراوح عرضها ما بين 70 إلى 150 كيلومتر. من بينها تلمسان، صعرة، صعيدة، الونشاريس، بني شكران، الأطلس البوليدي، البيبان، البابور، وأعلى قمة بها نجد قمة للا اختيجة بعلو 2308 متر التي تتواجد في جبال جرجرة. نذهب إلى السلسلة الثانية كما تلاحظ معي، وأذكر تستطيع عزيزي التلميذ أن تدون معي هذه الخرصة. الأطلس الصحراوي هي سلسلة توازي الأطلس التلي، تمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. جبالها القصور، عمور، ولاد نايل، جبال الحضنة. نذكر أن هذه الكتلة الجبلية هي حد أو حلقة وصل بين الأطلسين التلي والصحراوي. يضاف لها جبال النمامشة مع جبال الأوراس التي توجد بها على قمة في الأطلس الصحراوي، وهي قمة شيليا بعلو 2328 مترا. نذهب إلى الشكل الثاني. دائما كما تلاحظ معي عزيزي التلميذ حسب السند، وهي الهضاب، لها تسميات عديدة من بينها السهول العليا، النجود. حسب الخريطة تقسم إلى قسمين، الهضاب الشرقية يضاف لها الهضاب الغربية. كما تلاحظ معي نجد جبال الحضنة هي حد فاصل بينهما. تستطيع أن تدون معي الهضاب العليا هي النجود أو السهول العليا، تنحصر بين السلسلتين الجبليتين الصحراوية والتلية، تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب. يتراوح ارتفاعها بين 800 متر إلى 1000 متر، وتقص إلى الهضاب الشرقية والغربية. نجد بهذه الهضاب العليا نجد الشطوط مثل شط الحضنة. الشطوط هي عبارة عن مناطق منخفضة بالنسبة لسطح البحر شديدة الملوحة، نستطيع أن نقول هي بحيرات تزداد مياها في فصل المطر
وتجف في فصل الصيف، يستخرج منها عادة من الطعام كلور الصوديوم. السند الموالي هي دائما خريطة للقسم الشمالي للجزائر، بما أننا ندرس القسم الشمالي. والشكل التضاريسي كما ظهر لك عزيزي التلميذ هي السهول. حسب اللون هو اللون الأخضر، لاحظ معي هذه أهم سهول الجزائر: سهل وهران، سهل الشلف، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان. نجد أيضا سهل متيجة، سهل عنابة، السهل القسنطيني. نستطيع أن نقسم السهول إلى قسمين من حيث الموقع ومن حيث المساحة. نجد السهول الساحلية تكون سهولا ضيقة، هي سهول تطل على البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للجزائر هذه السهول، محصورة بين الأطلس التلي والبحر الأبيض المتوسط. تربتها فيضية خصبة، أهمها سهل وهران وعنابة ومتيجة. الشكل الثاني هي السهول الداخلية، محصورة بين الأطلسين التلي والصحراوي، ضيقة في الغرب، أكثر اتساعا في الشرق، أقل خصوبة تربتها من الأولى. أهم هذه السهول تلمسان، سطيف، قسنطينة، سقاراس، معسكر، سيدي بلعباس، وسهول قادمة. إذا نذكر أهم أشكال تضاريس القسم الشمالي. نجد الجبال عبارة عن سلسلتين جبليتين، الهضاب، السهول بنوعيها الداخلية والساحلية. نلتقي في حصتي القادمة إن شاء الله مع تضاريس القسم الثاني من الجزائر، ألا وهي تضاريس القسم الجنوبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.